اهلا بكم اعزائي طلبه جريد 3 في درس جديد على قناه برايفت ماس ليسونز. النهارده ان شاء الله هناخد ليسون 4 اللي بعنوان اللاين بلوتس. الدرس بتاعنا النهارده سهل جدا، عامل زي الدرس اللي فات بالظبط اللي هو البيكتوجراف. يعني ايه لاين بلوت ويعني ايه هو شكل البيكتوجراف؟ اللاين بلوت طريقه بمثل بيها البيانات. طب بنعمل ايه؟ ناخد كده اكزامبل. التيبل ده بيوضح لي عدد التشيلدرنز اللي قروا البوكس خلال الايه؟ خلال الشهر. كل تشيلدرن قرا كام بوك؟ انا عندي هنا البوكس من الزيرو لحد التن. طيب الزيرو قدامه كام واحد؟ قدامه 1، يعني معنى كده في 1 تشايلد ما قراش حاجه خالص. طب وال1 يعني كام واحد قرا كتاب واحد في الشهر؟ هنا عندي 2. هنا كام واحد قرا كتابين في الشهر؟ عندي هنا ايه 2. كام واحد قرا 3 بوكس في الشهر؟ عندي جاست ايه؟ جاست 1. طيب لما اجي ارسم على اللاين بلوت هرسم ايه؟ هرسم اكسز، يعني كل اكس من دي معناها 1، معنى كده ان هيبقى عندي في حاجه زي البيكتوجراف بالظبط اللي هي الايه؟ اللي هي الكي. يبقى انا عندي ايه الكي بتاع الرسمه؟ قبل كده كنا بنحط سمايلي فيس ساعات وبنحط الليون فيس، هنا بقى هنعمل ايه؟ هنا هنحط اكس، يبقى كل اكس بتعبر عن ايه؟ عن جاست 1 بوك. يبقى هنا لما اشوف الرسمه دي افهم ايه؟ يعني لما اجي عند الفور هنا، الفور دي بترمز لايه؟ عدد البوكس اللي الطلبه قروها، يبقى كام واحد قرا 4 بوكس؟ 1 2 3 4 5. يبقى لما ابص للرسمه دي افهم ايه؟ ان انا عندي 5 تشيلدرن قروا بوكس. طيب هنا 1 2 3 4 5 اند 6، ده معناها ايه؟ ان في عندي 6 تشيلدرن قروا كام؟ 6 بوكس. هنا بيسالني سؤال، هاو ميني تشيلدرن ريد 7 بوكس؟ يبقى نعمل ايه؟ نروح عند ال7 ونعد اللي ايه؟ نعد اللي فوقيها. اللي فوقيها دول عدد التشيلدرن اللي قروا الايه؟ ال7 بوكس ديورنج ال1 مانث. يبقى 1 2 3، يبقى هم دول الايه؟ ال3. درس سهل قوي، عامل زي درس البيكتوجراف بالظبط. طيب نيجي نشوف التشيك بوينت. بيقول لي هنا يوزنج البريفيوس لاين بلوت اللي هو قدامنا ده، عايزين نجاوب على الاسئله دي. هاو ميني تشيلدرن read 5 books، كم عدد التشيلدرن اللي قروا 5 books؟ نعمل ايه؟ نروح عند اللاين بلوت ونشوف ال5 ونعد اللي عندها كم اكس. 1 2 3 4 5. يبقى معنى كده ان انا عندي 5 تشيلدرن هم اللي قروا ايه؟ هم اللي قروا 5 books. طيب السؤال الثاني، how many children read 6 books؟ نيجي عند ال 6 هنا ونعد 1 2 3 4 5 and 6، يبقى اللي قرا 6 بوكس 6 تشيلدرن. طب اللي بعديها، هاو ميني تشيلدرن didn't read any book؟ مين بقى اللي ما قراش خالص؟ نعمل ايه؟ يبقى نروح عند البوكس على الزيرو نشوف كم واحد ما قراش ونعد العلامات دي، ليه علامه واحده بس جاست 1 اكس، يبقى هو ايه؟ يبقى هو جاست 1 تشايلد. يبقى هنا 1 تشايلد. طيب تعالوا يا حبايبي نشوف another practice exercise. بيقول لنا use the line plot to answer the questions. طيب اللاين بلوت زي ما المرسوم ده كل نمبر فيه بيعبر عن ايه؟ لازم تقرا الايه اللي مكتوب هنا، مكتوب النمبر اوف letters. يعني معنى النمبر 3 ده 3 لترز، ال 4 4 لترز، ال 5 5 لترز. طب وايه اللي عليها دول؟ النمبر اوف لترز ان اور فيرست نيم. يعني مثلا انت لو اسمك احمد لما تيجي تعد اللترز اللي موجوده هتلاقيهم 5 لترز، يبقى هيتكتبوا ايه؟ هيتكتبوا هنا. طيب الاكس دي عباره عن ايه؟ الاكس دي عباره ستاندس 4، كلمه ستاندس 4 يعني عباره عن الاكس دي عباره عن 1 تشايلد. يعني لما اقول لك مثلا عندي اسم متكون من 4 لترز، كام تشايلد اسمهم متكون من 4 لترز؟ 1 2 3، يبقى 3 تشيلدرن. طيب يلا نجاوب. How many children have 5 letters in their first name؟ كام تشيلدرن عندهم 5 letters في الاسم بتاعهم؟ اول حاجه نعملها نروح على اللاين بلوت عند النمبر 5 اللي هلاقي عليه عدد التشيلدرن، يبقى هنا 1 2 3 4 5 and 6، يبقى هنا ايه؟ 6 تشيلدرن. طيب
What is the smallest number of letters in a child first name؟ بيقول لك عدد اللترز، يبقى اللي هو ايه؟ يبقى هو اقل نمبر على اللاين بلوت اللي هم 3، يبقى هنا 3 letters. What is the greatest number of letters in a child's first name؟ مين هنا النيمز اللي فيها letters كتيرة؟ اللي هم دول. طب فيهم قد ايه؟ فيهم 9 letters، يبقى ال greatest number of letters عبارة عن ايه؟ عبارة عن 9. نيجي اللي بعد كده، بيقول لي the data in this line plot shows the ages of a group of students in a school choir، يعني بتوضح لك العمر بتاع مجموعة من الطلاب في كورال المدرسة أو الفرقة الموسيقية بتاعة المدرسة. The number line shows the ages of the students، يعني ده الايدج، يعني هنا في عندي student عمره 7، هنا ال students اللي عمرها 8، ال students اللي عمرها 9، هنا 10 11 12. طب الاكس الكي بتاعي عباره عن ايه؟ الاكس الواحده ناخد بالنا من كلمه stands for، يعني عباره عن one member. one member يعني عضو في ايه؟ في الفريق. يبقى اللي عنده 7 years كم واحد؟ 1. اللي عندهم 8 years قد ايه؟ 1 2 3 4 and ايه and so on. طب يلا نحل مع بعضينا الاسئله. بيقول لي هنا how many students are 8 years old؟ مين اللي عندهم 8؟ نعمل ايه؟ نروح نبص على ال 8 نشوف عليها كام سيمبل، لان كل سيمبل من دول عباره عن واحد. يبقى انا عندي 1 2 3 4، يبقى انا عندي هنا 4 students. How many students are 10 years old؟ مين اللي عندهم 10؟ نروح نبص على ال 10 ونعد 1 2 3 4 5، يبقى هنا 5 students. حاجات سهلة جدا. طيب هنا How many students are 12 years old؟ مين اللي عندهم 12؟ نروح على اللاين بلوت عند ال 12 ونعد اللي فوقيها 1 2 3، يبقى هنا 3 students. بيسألني بيقول لي what is the frequency of 11 years in this data؟ كلمة frequency يا أولاد يعني عدد التكرارات، يعني هم قد إيه؟ لما يقول لي what is the frequency يبقى عد لي اللي هم عندهم 11 years old. يبقى نيجي عند ال 11 نلاقي عندها 1 2 3 4 5 6، يبقى هنا 6 students. يبقى انت اتعلمنا هنا كلمة جديدة اللي هي كلمة frequency، اللي هي عدد التكرارات لل 11 years في الايه؟ في الداتا اللي عندنا. طيب السؤال اللي بعد كده how many students are in the choir؟ يعني الفرقة الموسيقية كلها فيها كم واحد؟ يبقى نعدهم كلهم 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2021، يبقى هنا 21 students. السؤال اللي بعد كده بيقول لي how many students are younger than 10 years old؟ مين هم ال students اللي عمرهم اقل من 10 years؟ نعمل ايه؟ ادي ال 10 اهي، نيجي نبص على ال less than 10 نلاقي 9 وعندي 8 وعندي 7، يبقى انا عد كل الايه؟ كل ال students ديت، يبقى 1 2 3 4 5 6 and 7، يبقى هنا 7 students. تعالوا مع بعضينا نشوف another practice exercise. بيقول لي use the table to draw a line plot. مين هو التيبل؟ التيبل ده. طيب أول حاجة نعملها إيه في التيبل؟ لازم أروح أبص على التايتل بتاع التيبل عشان أفهم بيقول لي إيه. التيبل ده بيقول لي marks of students in an exam، يعني هشوف الدرجات بتاعت الستودنتس في الامتحان. ده الكولوم بتاع الماركس، انا عندي هنا 15 16 17 لحد 20. طب ال 15 قدامها كام؟ قدامها 2. يعني ايه؟ يعني النمبر اوف ستودنتس اللي جابوا 15 عباره عن كام؟ عباره عن 2. طب واللي جابوا 16؟ 1. طب لما اجي ارسم بقى التيبل ده باللاين بلوت ارسمه ازاي؟ نعمل لاين حط عليه شرط كده، نكتب على الشرط دي الايه؟ الماركس. يبقى هنا نكتب ايه؟ هنا
الماركس اللي هي 15 16 17 لحد ايه 20. طيب هنكتب ايه عليها بقى؟ هنحط عليها الاكسز. طب انا عارف ان الاكس اتش اكس ايكوال كام؟ ايكوال 1 ستودنت. يبقى عندي 15 هم كام؟ 2. يبقى نعمل كده 1 and 2. عندي 16 في عندي 1 ستودنت جوت 16. ال 17 عندي 3 1 2 3. ال 18 5 1 2 3 4 and 5. ال 19 4 1 2 3 and 4. ال 20 في عندي just 2. يبقى انا عندي هنا 1 and ايه؟ and 2. ايه اللي حصل؟ كده انا وضحت التيبل ده باللاين ايه؟ باللاين بلوت. ونكتب هنا فوق ان الحاجات دي كلها عباره عن النمبر اوف ستودنتس. طيب نيجي اللي بعد كده بيقول لي يوز التيبل تو درو الاين بلوت. جايب لي تالي ستيبل. طب التيبل ده بيوضح لي ايه؟ الايدجز اوف التشيلدرن ان كاراتيه كلاس. يعني عندي كلاس بيلعبوا فيه كاراتيه وبنشوف التشيلدرن عمرهم قد ايه. يعني انا عندي الايدج ان ييرز اللي عنده 7 يير في الكلاس كام واحد؟ 1 2. يبقى انا عندي هنا 2. هنا بالنسبه للي عنده 8 كام واحد؟ هنا 4 وهنا 2. طب اللي عندهم 10 ييرز كام واحد؟ ادي 5 1 6 وعندي هنا 3 2 1. يبقى انا التالس دي هوضح عنها بصوره الايه؟ الاكسس. طب الكي عباره عن ايه؟ هنقول كده الاكس equal 1 student. هو اسمه ايه التيبل؟ اسمه الايدجز اوف التشيلدرن ان كاراتيه كلاس. طيب هنحط هنا ايه؟ هنحط هنا الايدج ان ييرز. يبقى هنا الايدج ان ييرز عندي هنا 7 عندي 8 9 10 11 12 30. ال 7 كام تشيلدرن؟ في عندي 2 يبقى 1 2. ال 8 عندي 4 1 2 3 and 4. ال 9 2 1 2. ال عنده 10 في عندي 6 1 2 3 4 5 and 6. ال 11 في 3 1 2 3. 12 2 1 2. ال 13 1. يبقى انا كده قدرت احول او اكونفيرت التالي ستيبل لللاين بلوت. نيجي نشوف الاسئله بتاعتنا. بيقول لي يوز ذا لاين بلوت تو انسر ذا كويشنز. هاو ميني تشيلدرن ان ذا كلاس ار 11 ييرز اولد. كم واحد عندك عندهم 11 ييرز اولد؟ نبص على البلوت هنا عند الايه؟ عند ال 11. عندك كام سيمبل؟ 1 2 3. يبقى انا عندي 3 تشيلدرن. بعد كده وات ايج از ذا جريتست نمبر اوف تشيلدرن. مين الايدج اللي فيه ناس كتير؟ تبص هنا تلاقيه مين؟ ال 10. يبقى ال 10 years old. How many children are in karate class in all؟ يعني هم كلهم قد ايه؟ كل اللي children اللي في الكلاس قد ايه؟ نعدهم كلهم. يبقى 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. يبقى هم كلهم ايه؟ 20 children. وبكده يا حبايبي يبقى خلصنا الليسون. ليسون سهل جدا وجميل. كل اللي انت بتعمله ان انت بتعمل لاين وبتحط على اللاين دي السيمبلز اللي هي الايه؟ الاكس. وكل اكس منهم تعتبر بايه؟ بتعتبر بوان. يا رب تكونوا فهمتوا الليسون كويس وبالتوفيق ليكم ان شاء الله.